خليني أبدأ معاك بشكل سريع. إيه الملحوظة الأهم لسيادة اللواء سمير فرج على المشهد الانتخابي؟ طيب لما بنطلع دايما انا في اي برنامج بيبقى هدفي اول اعلام المشاهدين اكتر من احنا وبعدين نتكلم على المشهد. عايزين نقول للساده المشاهدين الاول ان في كل دساتير العالم في حاجتين، في انتخابات وفي استفتاء. الانتخاب مجموعه من الافراد بتنقي منهم واحد، اما الاستفتاء بيبقى يس اور نو، ايوه نعم او لا. احنا المره دي كنا امام انتخابات للرئاسة، ودايما الانتخابات دي بتبقى اما للرئاسة او البرلمان. الاستفتاء بتبقى اما على الدستور بتقول موافق او لا تعديل، او لو بيبقى حدث رئيس الدولة عايزاه. يعني مصر عملته ايام الوحدة مع سوريا، عبد الناصر عمل استفتاء نخش الوحدة ولا لا. اللي حصل المرة دي بالنسبة للانتخابات طبعا كان في عوامل في البداية مأثرة على الانتخابات. بمعنى ايه؟ ان كانت في قوة مش عايزه الانتخابات دي تنجح. مهم طبعا النهارده فرحانين بالتجمع وان احنا عملنا كويس، وده كان واضح يا فندم للناس كلها بدات من ايه بقى؟ بدات ان كانت القوة دي عايزه اول حاجه انها تمر الانتخابات في جو من الارهاب، وبالتالي تخوف الناس انها تنزل، تبين عدم قدره الدوله انها مش قادره تسيطر على البلد، فبالتالي الانتخابات بتتم في توقيت مش مظبوط، وبالتالي يقول لك ايه؟ انا مش عايز انتخابات او الانتخابات دي بايظه. ولكن طبعا مصر عملت ايه؟ عملنا الخطه سينا 2018، الناس لازم تبقى عارفه معموله عشان تخش فتره الانتخابات سليم. والحمد لله فضت عدي، يا دوبك حادث صغير حصل في اسكندريه. الحاجه الثانيه ان كانت مصر مهم عايزه ان الانتخابات تتم بصوره سليمه، ولذلك كان نقول عليه ايه؟ اشراف قضائي كامل، كل صندوق عليه قاضي. كان زمان لو انت عارفه يا استاذه بسمه ممكن الصندوق عليه موظف من الاداره المحليه او خلافه. النهارده بقى كل الصندوق عليه قاضي، فبالتالي طلعت العمليه الانتخابيه وما حدش قدر يشكك هل سمعنا ان في تزوير المره دي او حاجه. ابدا، كل الكلام طبعا يصور لجنه ساعه الدور وبتاع ومجهود القضاه عملوا بصراحه مجهود يشكروا عليه. بالظبط. فكان المفروض بقى ايه؟ قامت حرب اشاعات على الاول. السيسي كسبان كسبان، تنزل ليه؟ اوعى تنزل واقعد مكانك. خطه اعلاميه من قبل ما نبدا الانتخابات يقول لك الانتخابات مزوره، ده قبلها باسبوعين ثلاثه. انت فاهمه؟ فدي كانت كلها خطط. قالوا بقى مثلا ان انتوا مفيش داعي، وان البلد فيها قرارات اقتصاديه، الناس تعبانه، كل ده كانوا بيركزوا عليه في الفتره. ولكن ورغم ذلك حصل ايه بقى؟ ان اعلى نسبة تصويت في تاريخ مصر في العصر الحديث تمت المرة دي. ان الناس نزلت في كل مكان، ستات ورجالة واوا عشان يصوتوا. الحاجة التالتة ان احنا بنقول ان المصريين في الخارج ادوا مثل رائع، وكانت بداية جميلة، ان مع بداية الانتخابات كلنا فرحنا، ناس جاية من كل حتة وراح حاجة. ولكن طبعا عايزين نقول برضو عشان ما نكونش بقى بايه برضو، ان في حصل بعض المصاعب لازم نعرفها، واعتقد لازم اللجان الانتخابيه من دلوقتي، الهيئه الانتخابيه لازم دلوقتي تبدا تبص لها عشان كمان 4 سنين. خد بالك ان احنا عندنا السنه الجايه انتخابات. اول حاجه، العاملين المصريين في الخارج كانت الفتره بتاعتهم كانت او لجان قليله، يعني امريكا 49 ولايه. حضرتك تقول عندنا السنه الجايه انتخابات، انتخابات مجلس الشعب، البرلمان، مجلس النواب. تمام. وبعدين بعد قلت لا صدقنا لا 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 احنا هنخش على الانتخابات السنه الجايه عشان البرلمان. تمام. الحاجه الثانيه كان في عندك ناخبين اشتكوا جدا، انا ساكن هنا ابص الاقي المدرسه هنتخب فيها بعد مسافه. فدي برضو ناس نرجو ان احنا الهيئه تبقى تحلها السنه الجايه عشان ونبص، وده بسيط يعني ممكن مدرسه واحده اعمل فيها 3 لجان. انت فاهم ده فصل. الحاجة التانية، العاملين اللي في محافظات بعيدة. يعني انت عارفة مثلا شرم الشيخ والغردقة معظم اللي بيشتغلوا هناك من الصعيد. فلازم ان احنا نشوف حل عشان الناس دي تشتغل. ده الفنان يحيى الفخراني اشتكى ان هو عايز ينتخب وكان بيصور هناك فيلم ومش قادر ينزل. مش قادر ينزل ايه؟ فعلا. والمرضى اللي في المستشفيات. فكانت فاحنا لازم، وعشان كده بنقول
هل ممكن في الفترة اللي جاية يبقى عندنا التصويت الإلكتروني؟ مش سهل، عندنا أربع سنين، عندنا أربع سنين نقدر. آه نقدر، أنت فاهم، بدام النهاردة كل واحد معاه البطاقة دي متسجلها على الكمبيوتر، طب أنا هحط بطاقة انتخابية جنبيها، تنتخب هنا هنا، خش على الكمبيوتر خلاص، ولو حد زور أو عمل، لا تعالى بقى، طب أنت بصوت على الكمبيوتر. فنرجو كل الحاجات البسيطة دي لهنات، عشان بعد كده بعد أربع سنين نلاقي مصر في صورة ملتزمة بالنسبة للانتخابات. تمام. طيب يا فندم، احنا حابين انه حضرتك تكلمنا عن اطراف خطط المؤامرة دي اللي كنا بننوه عنها.